مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط مدينه خريبكه في الغرفه التجاره والصناعه التقليديه، ندوه حول مهرجان عبيده طرمه في الدوره ديالو 21. لابغيتو تعرفوا اكثر على هذا المهرجان وعلى التراث ديال عبيده طرمه مع بعض الاساتذه والدكاتره، وتشوفوا الاجواء ديال هذه الندوه، اجيو معنا. شراكتي في هذه الندوه كانت تهدفي الى تبيان قيمه الرمز وابعاده ودلالاته في الغناء الشعبي، لا سيما في فن عبيده طرمه، باعتبار هذا الفن هو من الفنون الثقافيه الشعبيه الشفهيه، وبالتالي علينا كباحثين ان نعيد الاعتبار لهذا الفن من زاويه بحثيه علميه، بمعنى علينا التفكير في هذه المتون الغنائيه الشعبيه ومحاوله مقاربتها من زوايا متعدده. ومداخلتي استحضرت فيها مجموعه من الرموز الشعبيه التي حضرت على مستوى الغناء الشعبي في فن عبيده طرمه. استحضرت رمزيه دويده اللي هو بن داود، استحضرت رمزيات متعدده مثل عبد الرماه، استحضرت رمزيات ذات طبيعه اجتماعيه وذات طبيعه تحدد قيمه الوطن وقيمه النضال ضد المستعمر الفرنسي من خلال الخيل كرمز من الرموز التي حضرت في هذه المتون الغنائيه الشعبيه. طبعا هذه مداخله الغايه منها هو بين قوسين نفض الغبار على هذا الفن الشعبي، ومحاوله قول شيء بسيط هو ان هذا الغناء الشعبي هو فعلا غني، وفي نفس الوقت ينهض على مجموعه من الرموز، بل ان اللباس، الرقص، الادوات النقريه، كل هذه الايقاعات، هذه الفرجه ذات الطبيعه الشكليه والمضمونيه، هي في حد ذاتها تحمل دلالات متعدده وقابله للفهم والتفكيك من زوايا متعدده. طبعا هذا ياتي في سياق الدوره 21 للمهرجان الوطني لعبيده طرمه. هذا مهرجان رافقته ليس فقط منذ الدوره الاولى التي كانت بمدينه خريبكه، بل رافقته منذ الدوره ما قبل الاولى بمدينه برشيد، وحقق تراكمات مهمه جدا ينبغي تحفيز وتشجيع هذا المهرجان، وينبغي توثيق ذاكره هذه الفرجه الشعبيه المغربيه. وشكرا. إذن ياتي تنظيم هذه الندوه العلميه في اطار الانشطه الموازيه التي نظمت بمناسبه المهرجان الوطني لعبيده طرمه في دورته 21. كما تبعتوا كانت واحد المجموعه ديال المشاركات قيمه من اساتذه باحثين مهتمين بهذا الفن، وكان كذلك يمكن نقولوا واحد المجموعه ديال المقترحات مهمه، منها ان شاء الله انه كاين واحد التعهد ان الاعمال ديال هذه الندوه يتم طبعها ونشرها، وكذلك العمل على خلق مختبر للبحث في موضوع فن عبيده طرمه. اذا كانت مداخلات قيمه وكانت افكار جيده، كنتمنى ان شاء الله انه بالتضافر الجهود نتاع كافه المتدخلين انه نحقها في اقرب الاوقات. ومن هذه الندوه والبحث الأنساق الثقافية والرمزية داخل هذا التراث، والبحث في هذه الأنساق الرمزية يعني البحث في طرق الإيحاء في أنماط الصور المختلفة والاستعارات الموظفة، ولذلك فإن الباحث عليه أن يقوم بتتبع هذه الاستعارات على المستوى الشكلي وعلى المستوى المضموني، واستيعاب هذه الأنماط من الناحية السطحية والعميقة يجعل الباحث أمام ثنائيات أساسية ترتبط بعملية القول، ترتبط بالفضاءات التي يجري فيها هذا الحدث، وترتبط كذلك بنوعية هذه الرقصات التي تؤدى داخل التراث الشعبي لعبيدة طرمة. ومن هذه القضية يمكن ملامسة جوانب كما قال الأستاذ الشميطي والسي
الحبيب الناصري وكذلك في مداخلة الموسيقي رشيد قرقاب، ملامسة هذه القضايا من حيث الجوانب الأساسية للقصيدة الزجلية لعبيدة الرما، ثم من حيث طابع الموسيقي لهذه القصائد، ثم نوعية الأداء الذي تؤدي هذه الفرق، ثم مطالبة وزارة الثقافة بالاهتمام بعنصر التكوين وعنصر الصورة، لأن غياب هذه العناصر المتضافرة والمتداخلة فيما بينها يمكن أن يؤدي إلى بروز تمثلات ثقافية أخرى داخل هذا التراث. غنى هذا التراث سواء في بعده العربي أو بعده الأمازيغي، لأن الذين لا يفهمون هذا التراث ويغنى بطريقتين، بالطريقة المغربية الأصيلة وبالطريقة كذلك الأمازيغية الأصيلة، وخاصة بمنطقة سمقت الأمازيغية قرب تادلا وبمناطق الأمازيغية الأخرى خاصة قرب بني ملال القصيبة إلى غير ذلك. ولذلك فإننا مطالبون اليوم بتوثيق كما قال الحبيب الناصري، توثيق هذا التراث من خلال الصورة. الصورة اليوم يجب أن تلعب هذا الدور داخل المدرسة وداخل الجامعة لتعطي لهؤلاء الشباب الذين يريدون دخول غمار هذه التجارب على مستوى تراث عبيدة الرما تجارب إنسانية متدفقة من حيث الرموز والدلالات والأهواء وما إلى ذلك. المداخلة التي قدمتها مستمدة من سيميائيات التظهير، وسيميائيات التظهير تنطلق من عملية الوسم. الوسم العلامات الثقافية التي تمر داخل هذا التراث من ناحية الإبدالات، من ناحية الرموز الثقافية والفكرية التي توجد داخل هذا التراث، والتي يرتبط جزء كبير منها بما هو فطري وجداني طبيعي. ولذلك فإن صور الليل والمرأة والبارود والسيف والخنجر والجلباب والسلهام والثعلب وما إلى ذلك كلها رموز ثقافية لها منشأ اجتماعي خاص بقبيلة من القبائل أو بدوار من الدواوير أو فخذة ما. ولذلك فإن هذه الصورة الرمزية على مستوى سيميائيات التظهير تلعب هذا الدور من ناحيتين، ناحية التقرير ومن ناحية الإيحاء، وكذلك من ناحية وسم هذه المظاهر الثقافية على مستوى الأقوال على مستوى الأفعال، لأنها تقدم حكاية مرتبطة بهذه الأنماط الثقافية والفكرية التي توجد في قصيدة عبيدة الرما. وشكرا لكم.